وتعالى تفضلا منه ورحمة حتى بعد الموت أبقى خيطا. المفروض أن ينتهي كل شيء، أولم نعمركم؟ ما عشت خلال هذه المدة؟ ما رأيتم الأموات ينقلون في كل يوم؟ ما رأيتم الشعرات البيضاء التي هي نذر الموت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ما عمرت، ما رأيتم الأموات وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. انتهى كل شيء، ما تذكر، يجب أن يسدل الستار على كل شيء. ولكن الله رحمة منه بهذا العبد الغافل الجاهل الظلوم، رحمة منه بهذا العبد أبقى له خيطا، وهذا الخيط هو خيط الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. المفروض أن ينتهي كل شيء، ولكن الله تعالى أبقى العلقة الاعتبارية بينك وبين ثلث أموالك. الوصية من الناحية اللغوية شنو معناها؟ الوصية مأخوذة راجع العروة الوثقى للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، مأخوذة من وصى يصي. وصى يعني وصل. إذا وصلتم بين شيئين يطلق على ذلك الوصي. أنت في خلال حياتك كنت تتصرف في أموالك، كنت يعجبك أن تعمل بها ما تحب، الله تعالى تفضلا منه يصل هذا التصرف مما قبل الحياة إلى ما بعد الحياة، ولكن في الثلث فقط. أنت مخير أن تعمل في ثلثك ما تحب. أعطوا ثلثي لفلان، الله يقول ما في إشكال. ابنوا بثلثي مسجد، الله يقول ما في إشكال. أي شيء تحب أن يعمل بثلثك الله تعالى أجاز لك أن تتصرف في الثلث. في الوصية أكو تأكيد شديد، الوصية بالثلث والوصية ببقية الأشياء التي تعجبك. في الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. ما قال الشياب فقط، ما قال الشيوخ فقط، لا، الشباب والشيوخ، الصغار البالغون والكبار، كلهم لا ينبغي أن يبيت ليلة واحدة إلا ووصيته معه. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوصية حق على كل مسلم. كل مسلم حق عليه، يعني ثابت عليه أن يوصي. الرواية الثالثة مروية عنهم صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى وتبارك يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة. هذا التفضل من الله كما أشرنا في بداية الحديث. سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك.
إذا المحيطين بالميت، ما أقول كل ميت، كثير من الموتى كانوا يعلمون حقيقة هذا الميت لهربوا عنه. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل، أحسن الله بنا، إن الخطايا لا تفوح. إذا الخطايا كانت فيها رائحة ما كان يعاشر أحد أحدا والعياذ بالله. إذا كانت تكشف السرائر يوم تبلى السرائر، إذا كانت تكشف ما كان يعاشر أحد أحدا إلا المتقين. سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، يعني ما دفنوك. وأوسعت عليك، أعطيتك القدرة، فاستقرضت منك. الله يطلب منك القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلم تقدم خيرا. الثالث شاهدنا في هذه القطعة، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك. هذا تفضل، تطول من الله، أنه جعل لك حق الاختيار حتى بعد الموت. فلم تقدم خيرا، لماذا ما قدمت الخير؟ كل واحد منا في هذا اليوم ينبغي له أن يعمل بهذا الحق الشرعي، الأشياء اللي في ذمته، الديون التي في ذمته، إذا يتمكن الآن يؤديها، وإذا ما يتمكن يوصي بها في وصيته، ويؤكد هذه الوصية حتى يعمل بها بعد موته.